لا أعتقد أن أحدا ممن يتابعون هذه القناة لا يعرف هذا الطائر، فقد استطاع من بين أقرانه في مجموعة اليمام أن يتأقلم إلى درجة كبيرة مع البيئة الحضرية وبيئة العمران ومع النشاطات البشرية، فنراه يتواجد في الحدائق المنزلية بكثرة، بل هي تعد موئله الرئيس، كما نراه يتواجد على أسطح المنازل، على البلاكين، على النوافذ، وكان هذا سبباً كافياً للطائر لكي يعرف من قبل المختصين وغير المختصين. في المقابل لا يقتصر تواجده على البيئة المبنية، بل يتواجد في الطبيعة وفي المناطق الزراعية، وبسبب هذه الشهرة الكبيرة فإن له عدة أسماء، أهمها وأكثرها انتشاراً يمامة النخيل أو اليمامة الضاحكة، كما يسمى بفاتخة النخيل. للتعرف أكثر على هذا الطائر تابعوا معي هذا الوثائقي الخاص الذي أعددته ضمن سلسلة وثائقيات نوافذ برية. يمامة النخيل يمامة صغيرة يصنفها دليل طيور الشرق الأوسط ضمن مجموعة الحمام، والاسم العربي المعتمد في الدليل ديبسي، كما يطلق عليها فاتخة النخيل أو اليمامة الضاحكة. يتراوح طولها ما بين 25 إلى 27 سنتيمتر، ويصل مد جناحيها إلى 40 سنتيمتر. أما وزنها فيتراوح ما بين 125 إلى 190 جرام، وهناك تفاوت بين وزن الذكر والأنثى. تمتاز يمامة النخيل بلون أحمر بني داكن، كما أنها تشبه اليمامة المطوقة من ناحية شكل الجسم، ولكنها من ناحية الألوان أقرب إلى اليمام الكمري. يتميز هذا النوع من اليمام بأن لون منطقة الرأس والعنق والصدر يميل للون البنفسجي المائل للوردي، ومن ناحية اللون يتشابه الذكر والأنثى، إلا أنه يمكن التمييز بينهما من ناحية السلوك، حيث أن الذكر دائما انتفاش الريش وكثير الحركة. يمامة النخيل طائر مقيم غير مهاجر، وينتشر في آسيا وأفريقيا، وتعد المناطق الزراعية والحدائق والواحات هي الموائل الرئيسة للطائر، كما أنه ينتشر في السهول العشبية ومناطق الأشجار والشجيرات. وتمتاز يمامة النخيل عن غيرها من أنواع اليمام بكثرة انتشارها في المناطق الحضرية، حيث تأقلمت مع النشاطات البشرية والعمران. ومن الشائع جدا تواجدها في الحدائق المنزلية وعلى أسطح المنازل وأسلاك الكهرباء والأعمدة. وتتغذى يمامة النخيل على الحبوب وأحيانا على النمل والحشرات الصغيرة خلال فترة التكاثر، وتلتقط فقط من الأرض كأنواع الحمام الأخرى، ومن النادر مشاهدتها تأكل من على الأشجار، كما أنه من الشائع جدا أن تتغذى على بقايا طعام البشر كالأرز وفتات الخبز.
ومن العادات الشائعة في فلسطين وفي كثير من الدول العربية تخصيص مكان لتغذية طيور الحديقة، وتعتبر هذه الأماكن نقاط جذب ليمامة النخيل التي تتواجد بشكل دائم في محيط المنازل والمناطق السكنية. ليمامة النخيل أنماط مختلفة من التعشيش، ويعود ذلك إلى تنوع موائلها، حيث تميل التي تتواجد منها في الطبيعة والبرية إلى التعشيش بين أغصان الشجر لتخفي أعشاشها عن الطيور والمفترسات. أما التي تتواجد في المناطق الحضرية فتعشش على نوافذ المنازل وأسقف المخازن والبلاكين وفتحات التهوية. وتضطر يمامة النخيل أحيانا إلى تبديل مكان العش عدة مرات، وكنت قد وثقت 4 محاولات تعشيش لنفس الطائر، وذلك نتيجة عدم اختيار مكان مناسب للتعشيش في أماكن حركة ونشاطات البشر. وتضع الأنثى عادة بيضتان، وتستمر فترة حضانة البيض 12 إلى 13 يوم، ويتناوب كل من الذكر والأنثى على حضانة البيض، بحيث يرقد الذكر أثناء النهار وترقد الأنثى أثناء الليل، ويتعاون الزوجان على رعاية الفراخ ما يقرب من 2 أسبوع حتى تتمكن من مغادرة العش والاعتماد على نفسها بشكل تدريجي. نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية التي تنتشر عليها يمامة النخيل وأعدادها الكبيرة المتواجدة، فإنها بعيدة عن حافة الانقراض. وقد تم تصنيفها بناء على هذه المعايير من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN. وتعاني يمامة النخيل ككثير من الطيور من التعديات البشرية كالصيد والتسمم غير المباشر، خاصة بسبب تواجدها في الحدائق المنزلية والتي يكثر فيها استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والأدوية الكيماوية للأشجار والثمار، كما تعاني من معدلات عالية في الفشل في محاولات التعشيش، وذلك بسبب وضع أعشاشها في أماكن النشاطات البشرية. ومن ملاحظات الحقلية أن طائر المينا الشائع، وهو طائر غاز لفلسطين ولكثير من الدول العربية، يعتدي على أعشاشها ويتغذى على بيوضها، مما يجعل نسبة نجاح تعشيشها أقل. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الوثائقي من سلسلة وثائقيات نوافذ برية. أتمنى أن أكون قد وفقت بتقديم معلومات متكاملة ومفيدة وممتعة عن طائر يمامة النخيل. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في وثائق جديد، مع تحياتي عماد دواس.